مش اي بسكوتة هتجربيها تظبط معاكي للفطار مع كوباية الشاي. النهاردة هنعمل بسكوتة خفيفة ومقرمشة وطعمها حلو قوي للفطار وللعشاء وكمان لجوع اخر الليل، وبكوبايتين دي هتعملي كمية معقولة جدا، ومن كتر ما هي سهلة في التحضير وفي التشكيل تقدري تعمليها كل يوم وانتي مرتاحة، والنتيجة هتعجبك. يلا بينا نشوف الطريقة. في الاول كده بسم الله هنحتاج نص كوباية سكر واقل من نص كوباية سمنة، يعني بالجرام انا احتاجت 100 جرام سكر و75 جرام سمنة. السمنة في درجة حرارة المطبخ وتقدري تستخدميها ساقعة شوية، لكن ما ينفعش تبقى دافية او متسيحة. والسكر كمان ممكن تستخدميه سكر بودرة او سكر حبيبات زي ما انا استخدمت. بالمضرب السلكه هبتدي ان انا اقلب السكر والسمنه لمده دقيقه، هلاقي القوام بقى كريمي وبلون فاتح بالشكل ده، مش هتاخد معاكي وقت خالص. بعد كده هننزل ببيضه ومعاها كيسين فانيليا، البيضه بدرجه حراره المطبخ برضه، وهنقلب تقليب بسيط لحد ما البيضه تختفي. بس كده دي اول خطوه سهله قوي بسيطه. بعد كده هنبتدي ننزل باول كوبايه دقيق، وكل المكونات بالجرام ان شاء الله هتلاقيها في صندوق الوصف. هندخل اول كوبايه وبالمعلقه الخشب او بالاسباتولا نقلبها لحد ما الدقيق يختفي، هنلاقي العجينه طريه جدا وبتلزق. نبتدي ننزل بالكوبايه الثانيه، برضو هندخلها بنفس الطريقه بس معاها معلقه صغيره بيكنج باودر ورشه بسيطه جدا ملح. البسكوتة بتاعت النهارده احنا هنعملها بالفانيليا، تقدري ان انت تغيري الطعم لو حابه، يعني ممكن تعمليها بالبرتقال. فمع العجينة هتحطي بشر برتقال، وبدل اللبن اللي احنا هنضيفه دلوقتي تقدري تحطي عصير برتقال. المهم كده انا ضفت الكوباية التانية وبدأت ان انا اقلب تقليب بسيط من غير عجن، لقيت ان العجينة مفرولة بالشكل ده. هبتدي انزل هنا بمعلقتين كبار لبن وبعديهم معلقتين تاني، لكن انا طلعت بالفيديو ربع كوباية لبن علشان انتي ممكن تحتاجي ربع كوباية على حسب نوع الدقيق. فابتدي بمعلقتين الاول وقلبي، لقيت ان العجينه لسه مفروله هتحطي معلقه تاني وبعدين تزودي معلقه. العجينه بتاعت النهارده مش بتحتاج كميه كبيره خالص، المقدار اللي انا استخدمته النهارده 4 معالق كبار. وقلبت لحد ما العجينه بقت بالشكل ده. طب اعرف منين ان هي اكتفت كده ومش عايزه ماده سايله تاني او مش عايزه لبن تاني؟ باخد حته صغيره كده وبكورها وبضغط عليها، لو طلعت ناعمه وجميله كده من غير تشققات يبقى كده العجينه مظبوطه. فانت من البداية هتحطي اول معلقتين وتبتدي تختبريها، لو طلعت الكورة مش بتشقق يبقى كده تمام، طول ما هي بتشقق معاكي زودي معلقة واحدة وابتدي اختبريها تاني. بعد كده هنسيب العجينة على جنب 5 دقايق ونحاول بعد كده نفردها بين كيسين، بس المهم ان احنا هنفردها بسماكة بسيطة، يعني تقريبا كده 1 سنتي ممكن اقل حاجة بسيطة. اول ما نفردها بالشكل ده هنشيل الكيس اللي على الوش ونجيب السكينة او المقطع ونساوي حروف العجينة. احنا هنا هنقطع ونشكل بطريقة سهلة زي ما اتفقنا، مش عايزين ناخد فيها وقت. لو انت حابة ان انت تعملي اشكال بالقطاعة ممكن تستخدمي الاشكال الموجودة عندك، يعني ممكن تعملي البسكوتة دي على شكل قلب او على شكل دواير او على اي شكل موجود عندك، انما هنا انا هقطعها بالسكينة تقطيعات كده يعني مربعة او مستطيلة. وعلشان العجينة على كيس فسهل قوي ان انت تطلعيها، فباخد اول قطعة كده وببتدي بالسكينة اعمل خطوط على الوش بالشكل الميل ده، يعني ممكن تعملي خطوط مايله زي ما انا عاملاها او مستقيمه على طول، يعني الخطوط كده تبقى طوليه زي ما تحبي شكليها. المهم الطريقه سهله قوي زي ما شفتي، فردناها على الكيس في ثواني وهنشكل البسكوته او هننقشها بالسكينه برضو في ثواني. وهنحط البسكوته بعد ما نشكلها بالطريقه دي على صينيه مش مدهونه، وعلى طول هندخلها تستوي، مش محتاجين تخمر ولا حاجه عشان احنا ما عندناش خميره. هندخلها فرن سخن مظبوط على 170 وهتحطيها على الرف اللي في النص والنار من تحت بس، وهتقعد معاكي من 12 دقيقة ل 15، ولو الفرن هادي عندك ممكن البسكوتة دي تقعد معاكي لحد 20 دقيقة. المهم انت بعد 10 دقايق هتبتدي تتابعيها وتشوفي لون التسوية المظبوط اللي يعجبك. ممكن تعمليها بلون ذهبي فاتح او لون مظبوط او لون ذهبي زيادة زي ما انا بحبه، فسويها بالتسوية المظبوطة المناسبة ليكي. البسكوتة دي قعدت معايا 15 دقيقة في الفرن وطلعت باللون الحلو ده، وبالنسبة لي أنا كده هي مستوية مظبوط جدا. أنا مش بحب البسكوت الفاتح. وأول ما تطلع على طول حاولي ان تشيليها من الصينية أو تحركيها كده من مكانها علشان ما تلزقش، هي في الأول مش بتكون بتلزق خالص. بعد ما تبرد بقى كليها وشوفي، أول ما تمسكيها كده هتتكسر معاكي. بسكوتة خفيفة وناعمة وطعمها حلو قوي، وإن شاء الله لما هتجربيها هتعجبك وتعمليها باستمرار.